هل يجوز عدم حبي لأم المؤمنين عائشة وحبي لباقي أمهات المؤمنين؟ لماذا يا غدا شعبان؟ لماذا؟ لماذا وقد برأ الله من فوق سبع سماوات؟ لماذا قد برأ الله من فوق سبع سماوات؟ ولماذا وقد نقلت لنا علما عظيما؟ أعظم زوجة لرسول الله نقلت لنا علما، ولماذا والرسول كان يحبها وأنت تكرهيها؟ لماذا يا هدى بنت شعبان؟ راجع نفسك واتق الله.